ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا من مصدر مطلع أن القوات العمومية أوقفت يومه الجمعة مجموعة من التلاميذ بمدينة خنيفرة، وذلك تزامنا مع المسيرة الاحتجاجية الرافضة للتوقيت المدرسي الجديد. وأوضح المصدر ذاته أن المسيرة الاحتجاجية للتلاميذ عرفت بعد التجاوزات، حيث أقدم تلاميذ على رشق مجموعة من السيارات من بينها سيارة تابعة لجندي، مشيرا إلى أن القوات العمومية تتواجد بكثافة في هذه اللحظات أمام جميع المؤسسات التعليمية بمدينة خنيفرة. وأكدت ذات المصادر أن مسيرة أمس الخميس عرفت هي الأخرى بعد التجاوزات، أبطالها تلاميذ أقدموا على رشق رجال السلطة بالحجارة، ما تسبب في إصابة قائد. هدري ما عدا شي واحد؟ عدا واحد الولد ما دار والو، كان تيهضر على حقو دا. كيفاش انت عاودي لنا؟ راك في المباشرة. ما لا عاودي اللي كاين الولد، كان تيهضر على حقو، كان تيهضر على حقو، تيهضر على الساعة، ما بغاش هاد الساعة. ما يمكنش انسان طبيعي يخدم في الساعة، كرينيش زايد واحد. حنا ندول العالم، العالم كله كيخدم في الساعة العادية ديالو. حنا شنو؟ حنا خدامين بالحجر، حنا ناس من الحجر، ما نرتاحوش، ما ناكلوش مزيان، ما نقراوش، ما ناخدوش وقتنا، ما نحفظوش. جايين كنطالبوا بحقنا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.